اوكي وصلنا زاوية الميتين. زاوية الميتين دي تعتبر من اكبر مقابر العالم. استنوا الفيديو على اليوتيوب. الميني بيحاول يخلينا نخش نصور نخش نصور في مقبرة. فبيحاول يكلم وسطاته ولكن ربنا يسهل. يا ابن ما هذا الشيء والشكل خد وروح خد يا هاتوا للأول يا هنا. خلصنا المقبره كلها. اصعب تجربه تقريبا يعني مش صعبه جدا ولكن احنا حرفيا في مناطق بصوا اكبر مقبره يمكن في العالم. ولكن اللي ورانا هنا دوت جبل منطقه اثريه يعني فيها هرم وبتاع كان بيحاولوا يبنوه كده. ودي الجبال اللي كانوا بياخدوا منها الطوب بتاع